السلام عليكم. اليوم راح نسوي 3 أنواع من أشهر مشروب في العالم اللي هو موهيتو. أول مشروب موهيتو بالفراولة. فراولة. نعناع. ليمون. سكر. سحك الفواكه. ثلج. ملح الوردي. نزيد فراولة كمان. نعناع. المشروب الثاني موهيتو بالتفاح. ليمون. نعناع. سحك الفواكه.
سكر. ملح الوردي. تفاح. ثلج. نعناع. عصير تفاح. المشروب الأخير موهيتو بالليمون. نعناع. ليمون. سكر. ملح الوردي. سحك الفواكه. ثلج. ليمون. نعناع. ملح الوردي. استمتعوا بمشروب موهيتو. في أمان الله.